عباقرة الجامعات ومباراة مهمة جدا في المجموعة الرابعة. والنتيجة جامعة سوهاج متقدمين 70 نقطة، جامعة عين شمس 45. وعندنا تغيير واحد في جامعة عين شمس، مريم هشام رجعت مكان سارة كامل. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. عزة وعمر، عمر وعزة. عزة هتبتدي الأول، عمر هتروح تسمع أغنية ترجع لنا تاني وبقول لي رأيك في الأغنية إيه. ازيك يا عزة؟ يا حبيبي. حد دربك في تحت الضغط؟ آه. بجد؟ مين؟ مريم. طب كنت بتجاوبي على كم سؤال صح؟ أفريج 5-6. كويس، الأسئلة مش صعبة. تمام. اتفقنا؟ طمن على عمر. عمر تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة آسيوية تقع مدينة ووهان؟ باص. ما هي العملة الرسمية في دولة نيوزيلندا؟ دولار. صح. فنان قام بدور نور في فيلم نور عيني، فمن هو؟ تامر حسني. صح. في أي بحر تقع جزيرة النعمان؟ البحر المتوسط. غلط. من هو قائد جيش المغول في معركة عين جالوت عام 1000؟ قطز. غلط. أديب أفغاني مؤلف رواية عداء الطائرة الورقية؟ خالد الحسين. صح. ما هو حاصل ضرب 20-60؟ 120-1200. غلط. ماله القمر يا أغنية المطرب مصري راحل، فمن هو؟ باص. ما هو ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية؟ نيتروجي. غلط. ما هي معلش حصل شوية رفع. معلش معلش. ثلاث أسئلة صح من 9. في سؤال الحقيقة كان نفسي أحسبولك صح بس مش قادر. 20-60. 1200. الأول قلت 120. ما أقدرش أحسبها لك صح. احنا بناخد الإجابة الأولى. فاعذريني. مساء الخير. عمرو ياسين من فضلك عايزه ينضم لينا. نشوف عمرو هيعمل إيه. يا عمرو عايز تعرف عزة عملت إيه ولا لأ؟ لا بعد ما أجاوب إن شاء الله. طيب هقول لك على حاجة واحدة بس. عزة اتسألت 9 أسئلة. تمام. مركز قوي؟ بإذن الله. أنا متلبس. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة آسيوية تقع مدينة ووهان؟ يابان. غلط. ما هي العملة الرسمية في دولة نيوزيلندا؟ البات. غلط. فنان قام بدور نور في فيلم نور عيني، فمن هو؟ مصطفى عمر. غلط. في أي بحر تقع جزيرة النعمان؟ البحر الأحمر. صح. من هو قائد جيش المغول في معركة عين جالوت عام 1260؟ باص. أديب أفغاني مؤلف رواية عداء الطائرة الورقية، فمن هو؟ باص. ما هو حاصل ضرب 20-60؟ 1200. صح. ماله القمر هي أغنية المطرب مصري راحل، فمن هو؟ باص. ما هو ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية؟ أكسجين. غلط. ما هي الرياضة الجماعية التي كان يحترفها اللاعب الكرواتي إيفانو باليتش؟ غلط. إجابتين صح من 10، وعزة معاها 3 إجابات صح من 9. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. مدينة ووهان. صين. طبعا صين. فيروس كورونا ابتدى من المدينة دي. سؤال الخامس، مين اللي كان قائد جيش المغول؟ كتبغة. 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 معركة عين جالوت. سؤال الثامن، ماله القمر؟ ماله القمر؟ صوتي مش حلو مش حاضر أغنيها. ماله القمر؟ ماله؟ محمد فوزي. ما جيناش على باله. محمد فوزي. السؤال التاسع، ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية؟ السيليكون. يا سلام، إيه الجمال ده؟ من كنت هنا مكاني أهو. سيليكون فعلا. ما هي الرياضة الجماعية التي كان يحترفها اللاعب الكرواتي إيفانو باليتش؟ يد. أنت بتجاوب كل الأسئلة وأنت واقف جنبي هنا؟ هاردك كرة اليد. كلنا نحيي عمرو عزة. عزة وعمر. معلش يا عمر. معلش يا عمر. هارد لك يا عمر. معلش. النتيجة اتغيرت. عزة كنتوا كام؟ 45. 45 وثلاث إجابات صح ب 15 نقطة زائد 10 نقطة دية بقيتوا 70. 70. عمر كنتوا كام؟ 70. وإجابتين صح بقيتوا 80. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.
ضربات جزاء. أول اثنين مريم وشيرين، شيرين ومريم، وهنشوف الهدف الأول لجامعه مين. السؤال الأول، جغرافيا، في أي من دول الشام يقع إقليم التفاح؟ منطقة مرتفعات موجودة فين؟ لا مش هقول، مش دوستي على البزر، أخد إجابتك. لبنان. موجودة في جنوب لبنان. الهدف الأول. فيها أكثر من 15 قرية، وكانت مسرح لعمليات المقاومة ضد الكيان الصهيوني. مريم هدف بلا مقابل، عمر ومحمود، محمود وعمر. السؤال الثاني، رياضة، ما هو النادي الفائز بالدوري الجزائري لكرة القدم موسم 2022-2023؟ لعب 30 مباراة، كسب 18 وتعادل في 10 وتهزم في 2. الإجابة عندك؟ عندك، هو اللي هيقولك صح ولا غلط. إجابتك؟ اتحاد العاصمة. مش اتحاد العاصمة، إجابة خاطئة. شباب بولزداد. شباب بولزداد طبعاً الهدف الثاني. رب عليك يا عمر، اللقب التاسع في تاريخهم. هدفين بلا مقابل، ونورهان موقفك صعب جدا طبعا. عزة عندك فرصتين، انك تجاوبي صح او نورهان ما تجاوبش، ساعتها جامعة عين شمس هتتقدم ان شاء الله. سؤال التالت، تاريخ، حدث حريق سالونيكا العظيم عام 1917 بإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ مستعجلة ليه؟ إجابتك؟ اليونان. اليونان. عشان مدينة سالونيك ولا إيه؟ يا محظوظة. الهدف الثالث، الحريق ده استمر 32 ساعة. عزة 3 أهداف، 95 جامعة عين شمس، 80 جامعة سوهاج. ابتسامة ما فرقتش جامعة عين شمس من بداية المباراة، هم عارفين هم ودعوا البطولة ومش قلقانين، خلاص جايين ينبسطوا. على النقيض جامعة سوهاج قلقانين متوترين، عارفين إن التلات نقاط بالنسبة لهم النهاردة حياة وموت. إجابة صحيحة. احنا مركزين مكملين على الشغل الكويس اللي احنا عاملينه في الماتش، مش مضطرين خالص، الضغط مش علينا يعني. ضيعنا نقط كتير سهله كان ممكن تساعدنا ان احنا نحسن سكورنا ونهرب من المباراه، بس ان شاء الله نقدر نرجع في عجله الحظ ونكسب المباراه. ما كنتش راضي عن ادائي في فتره تحت الضغط، لكن في ضربات الجزاء قدرت احرز الهدف الثالث ونرجع ب 25 نقطه. ما كنتش عامل حساب ان انزل تحت الضغط، ممكن ده ضيع مني اجابات كتير كانت عندي، بس ان شاء الله نرجع في عجله الحظ ونكسب المباراه. ماتش النهارده لسه ما انتهاش، والسؤال الواحد في عجله الحظ يرجع جامعة سوهاج تاني المكان. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 60 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 120 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 350 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.